وتو بعد ما شفنا تقرير على الدولة الصغيرة مالطا يا بتول، خلينا نمشي لضيف آخر موجود في مالطا وهو الصديق علاء الوسطى من الشباب الليبيين المقيمين في مالطا. مرحبتين بك علاء. أهلا وسهلا أخوي زوي، نورتنا اليوم. الله ينورك حبيبي. بداية نحن جبنا تقريرك قصير عن مالطا وشوية معلومات عليها، بس نبوك أنت كشاب ليبي مقيم في مالطا تحكي لنا كيف كانت بداياتك في مالطا، كيف سافرت وكيف كانت الأجواء في البداية. كيف بنقول لك، كانت عادية يعني. مشيت قدمت تأشيرة من طرابلس ورحت زيارة، يعني ما كنتش مفكر أني حنقعد في مالطا. قلت يعني ماشي زيارة، عندي كان ابن عمي بيقرأ هنا في مالطا، عجبني الجو، وليت لليبيا. بعدين حسيت ان الاوضاع زي ما انت عارف مش تمام لي انا، باش نقعد غادي كشباب. احنا عارف ان احنا كشباب ديما نطلعوا في الليل وسهريات ونقعمزوا مع بعضنا، وانت ظابط الشباب. صحيح. في الوقت الحالي صعب، ومجال الخدمه زي ما انت عارف، قبل كنت نخدم في القناه فكرت، فهذا خلاني نطلع من مالطا. نطلع من ليبيا، سوري. لا ما زلت قاعد في مالطا، مش هتطلع من مالطا ان شاء الله. لا كنت نبي نطلع من مالطا الحق. كنت نبي نمشي النرويج. كان عندي صديق غادي. بس انت تو استقريت في مالطا. استقريت في مالطا. كم لك سنه موجود في مالطا؟ خلينا نقولوا قريب نسكر 8 ان شاء الله. 8 سنين. بالمشي الجاي. ما شاء الله علاء. طيب علاء، بداية أي شخص في دولة غريبة علينا نوعا ما، أوروبية، لهجة غير، حضارة غير، وثقافة أكيد غير، كيف كانت بدايتك؟ كيف ممكن، هل من السهل أنك أنت تلقى فرصة عمل غادي؟ وشن تنصح أي حد بياخذ الخطوة هذه في الهجرة لمالطا؟ شن هي الأساسيات اللي لازم أنه هو يتبعها، أو الخطة المعينة اللي لازم أنه هو يتبعها؟ بالنسبة كعمل في مالطا، فترة الصيف في هلبة نسبة كبيرة من الأماكن اللي تفتح في الصيف، بس في الشتاء على خطر الجو ونسبة السياحة ناقصة، ففي الصيف ديما الطلب على العمالة موجود. وكلغة مالطا نحس فيها 80 أو 70% تدوي، يعني كان تدوي ليبي معاه ممكن يفهموه، هم ما يفهموش بس أنت تفهمه، لأن احنا ندوي أسرع منهم. كان الانجليزي، يعني لو انت تدوي انجليزي حتى تمشي امورك. علاء، نبيك تحكي لي على، يعني نقدر نقول انت اجراءاتك قدمت على التاشيره في طرابلس ايام كانت السفاره مفتوحه، كم خذت تقريبا؟ مزبوط. قصه الاجراءات والتاشيره والامور هذين كلهم، يعني ما عطلتش بالنسبه لي انا، ممكن اسبوع او اسبوعين اتذكر. مالطا غاليه من الدول الغاليه، ولا نوعا ما نقدر نقوله مقارنه بدول اوروبا يعني شويه رخيصه؟ كيف نقول لك، اول ما جيت لمالطا كانت رخيصة بالنسبة لي أنا. أول مرة نسافر كنت نقول غالية كإيجارات، كنت مأجر شقة كان قول 400 يورو. حاليا نفس الشقة، حاليا بعد قول 7 أو 8 سنين نفس الشقة ب 900 يورو. يعني اللي صاير إن الإيجارات غلت، والمرتب كشغل قاعد زي ما هو، يعني ما زادش، فصعبة شوية مالك. طيب علاء، شن هي الحاجات اللي لازم اي حد بيمشي يقيم في مالطا يتجنبها؟ شن هي الحاجات اللي لازم اي شخص يكون واعي لها في القانون المالطي علشان ما يتيحش في اي مشاكل؟ بالنسبة للحاجات شو بنقول لك، اول شيء ضروري تلتزم بالقانون، وثاني شيء كيف بنقول لك، عندهم هنا مشكلة مالطا ومشكلة الليبيين بصفة عامة السهر. كشباب عندهم شارع شو بنقول سان جوليان كله تعرف، يعني مش ضروري ندس الشياوة. شارع سان جوليان هذا كله نايت كلابس وريستورانت ومخلطة، يعني فاللي يبي يتجنب بالشارع هذا ويعيش حياة المالطية، يعني لو انت حاب تسهر بالويكند اللي هو عندهم الجمعة والسبت، وباقي الايامات ضروري تنظم وقتك كشغل، وبش تعبي وقتك ضروري تمارس الرياضه. وهذا اللي حاول ندير عليه حاليا. علاء، بجانب يعني عملك في مالطا، انت حاب فكره الـ يعني التصوير والموديل والتمثيل، انا عارف انك انت شاركت في كم حاجه، فتقدر تعطينا لمحه عليهم مثلا؟ انك شاركت بس مش كممثل، كاكسترا. اللي خديت فيه دور مليح
بس وقفت ثاني يوم، وقفت ثاني يوم لأن كان الفيلم يحكي عليه سيدنا عيسى، وسألت على شيوخ فقالوا لي حرام الشيء هذا، فوقفت وقفت. وعطوني دور متاع 10 أيام من 6 جنود، المفروض هذا جنود حماية المعبد أو شيء زي هذا. فاعتذرت ثاني يوم قلت لهم ما نقدرش، وكان يعني ودرت كذا موضوع اكسترا، وقاعد نحاول نخش بشوي بشوي، لان هم عندهم هنا شويه عنصريين، يعني الادوار يعطوا فيها المالطيه اكثر ما يعطوها لل يقولوا البرانيه، البرانيه ما يقولوش العرب، يقول البرانيه زينه، يعني يقولوا برانيه زينه يعني. صح عليك. وموضوع الموديل هذا بدأت فيه، يعني بدأت مع ايجنت، حتى صارت لي بعض المشاكل لان العروض اللي يجيبوا فيها لما يجيبوا في اللبس انا البس اكس لارج او شويه اعرض ان عندي كتافي، فالعروض اللي يجيبوا فيها من ميديوم وسمول، فالايجنت قالت لي اول ما نحصل موضوع، بس الحمد لله مره تشد حاجه يعني، حاولوا يسكروها لك يعني قد ما يقدروا لكن ما قدروش يعني. عندهم شويه يعني لما يشوفوك انك انت راغب وماشي صح في الموضوع حيحاربوك كشغل كبزنس كأي شيء. فيهم عرق من العرب شوي. شكرا لك طبعا علاء، هذه كانت ختام مقابلتنا معك، وشكرا على المعلومات القيمة. شكرا شكرا جزيلا، السلام عليكم. شكرا مشاهدينا، طبعا يعني دائما ما يواجهوا